سيادة العميد، في حركة مكوكية أنا عم بلاحظ يعني من خلال تواجدي أنا لما كنت في الإمارات، شفتك كيف عم تتصل بالاتحاد الآسيوي، عم تتصل بكذا، رحلاتك لباقي الاتحادات، هل جابت نتيجة؟ يعني حظر الملاعب، مشان معلش خلينا ناخذ بهذا الموضوع كوننا عم نحكي عن منتخب، شو لوين وصلتوا في هذا الموضوع؟ الأموال المجمدة هل ممكن يتم تحريرها أو حتى تلاقوا أي طريقة لتحصلوا عليها؟ طبعا هذا كمان يعني جوابه يحتاج ل يعني في شرح كثير. احنا قدرنا بفتره، خذ راحتك، احنا حوار بفترة مفتوح، بفتره يعني الفتره اللي هاي السنه اللي كانت السنه وكم شهر كان في لقاءات كبيره مع الاتحادات الشقيقه والصديقه، وجابت نتيجة بأكثر من مجال. بس حتى في ناس يقولوا لي ما عم تحكي، يعني سواء كان اللي فكرته نقل مباراتنا من الصين ليش ما عم تحكي التجمعات أنا بقول يعني أتركها للناس يعني مع احترامي في بعض المسؤولين، يعني إذا حكت الإدم هالطرف تلاقي نزلت على الصفحة فورا تبعيتهم، يعني هذا العمل، وخاصة أنه الجماهير الرياضية متعطشة، يعني ليش ما عم ننزل هالجولات، تفاصيل الجولات ليش ما عم تنزل، حتى قرارات الاتحاد، هاللجان اللي عم تشتغل ليش ما عم بتكون صفحة الاتحاد نشطة؟ يعني أعطونا التفاصيل أول بأول. أنا بنقل هذا النقد البناء للمكتب الإعلامي، بنقله بما فيه يعني بصراحة، مع قلت لك مع احترامي لكل، لأنه إحنا نعمل فعلا أحيانا ظروف شوي صعبة، بس أنقله لمعالجة هذا الأمر وأظهاره بشكل أفضل. يعني طلعت على عمان شفنا صورة ثنائية بس ما عرفنا التفاصيل، يعني بهم الشارع والجماهير الرياضية أنه تعرف شو صار، يدعمونا يعطونا شيء. هلا الدعم ان شاء الله موجود. اول شيء اذا انت حكيت، يعني اول شيء احنا قدرنا ننقل شو يسموها هاي الجاريه، يعني اللي كانت انه انت اذا المصاري، يعني اللي خلينا نقولها باللهجه العاميه، المصاري اللي موجوده بالاتحاد الاسيوي كانت بنهايه كل سنه تنتهي، ما تدور يعني جاريه. عملتوها مدوره؟ عملناها مدوره بجهود شخصيه وصار برصيدنا هذا الامر، يعني وهذا جيد. يعني في عندنا طبعا في موضوع هو هذا الملف، لانه كثير قدرنا بعلاقتنا الشخصيه بالاتحاد الاسيوي والاتحادات الصديقه والامارات نفسها، يعني كمان الاتحاد الاماراتي، ننقل تجمعنا والتصفيات الاخيره من الصين لصعوبه اللعب بهالامور لدبي. أنا اللي بقوله هاي العلاقات، علاقات إن شاء الله تكونت وقوية وأكيد تساعدنا. موضوع الحظر وموضوع الأموال المجمدة أريد أنتقل عليها، يعني أنا قلت أنه وصلنا لمرحلة من العلاقة الجيدة والمتينة اللي تربطنا بكل الاتحادات القارية وحتى والدولية. هذا الموضوع هو خطوة أولى لتنتقل للخطوة الأهم، واللي أنا يعني بقول رفع الحظر. قربت؟ صعب جدا بهالظروف، يعني انا حكيتها من اول ما اجيت على الاتحاد، لا حدا يقول، انا قلت بنحاول، بس قلت رفع الحظر ليست كلمه تقال. لماذا؟ لانه اول شيء بدك ملاعب على مستوى عالي، بدك علاقات على مستوى، يعني معلش يعني هاي بدها تدخل كل مؤسسات الدوله عندنا هون، وبدها مساعدة من الجميع. اليوم عندك ملاعب منيحة. اليوم بوجه وبارك له للكابتن عدنان درجال، لأنه حصل هو كان وزير الرياضة واستلم رئيس الاتحاد، قال أنا أوعد الله بنهاية عام 2021 برفع الحظر عن الملاعب العراقية. بس هو وزير وهو رئيس الاتحاد وهو غير ظروفنا اللي نعيشها احنا حاليا، يعني بصراحه سيادة العميد، المنتخبات المتبقيه الاولمبي والشباب والناشئين، ايضا كمتابع انا رح احكي، فعلا عم يكون في لهم تغطيه اعلاميه منيحه على الصفحه، عم بيكون صرنا نشوف باللباس الموحد والى اخره، لكن مع ذلك اليه اختيار الكوادر لتلك المنتخبات، يعني أسئلة طويلة عريضة على فلان قريبه لفلان وفلان ما بعرف شو، ومانا ندخل بالمناطقية كمان، هل يعقل أنه مدرب الأولمبي ومدرب الشباب ومدرب الناشئين كلهم من دمشق، عفوا مدرب المنتخب الأول، يعني
ما ضل مدربين بسوريا غير من محافظة أو مدينة دمشق مثلا؟ كيف عم بتم اختيار الكوادر؟ هاي الأسئلة كلها أنا رح أسألها كلها وراء بعض حتى أنت تأخذ راحتك في الإجابة. بالنسبة لاختيار الكادر طبعا أنا مقدر حب هذا الجمهور لهذا المدرب، ومقدر حب هذا الإعلامي لهذا المدرب، ومقدر كل الأمور بعرفها يعني تماما. يعني في لجان وظل أعيدها، إحنا نعمل ضمن لجان، لجنة مدربين بوجه لها تحية، يرأسها لاعب دولي سابق والكابتن مروان خوري، لجنة منتخبات وطنية رأسها الكابتن كردغلي باسمه، دائرة فنية يقودها مدير فني للدائرة اللي هو الكابتن مهند فقير، وجه لهم تحية كلهم. يعني هذا الأمر لا يفكروا بالسهولة، والله أنا أردت أجيب المدرب الفلاني، حتى لو كان مساعد، حتى لو كان ممكن، إحنا باللي يخص الاتحاد كعمل إداري إحنا بنجيب، أما كعمل فني لم يختارها إلا لجانها المختصة. طيب ليش شاهدنا استقالات منيحة بلجنة المنتخبات الوطنية؟ شو سبب؟ السبب البعض يقول إنه ما حدا عم بيستشيرهم، البعض يقول إنه لا في تفرد بالقرار وما حدا عم بياخذ رأيه. أول إشي مو بس لجان المنتخبات، أكثر من اللجنة، في أكثر من سبب يعني. أول شيء السبب المادي، اللجان لا تتقاضى أي شيء. يعني أنا يعني صريح. ثاني شيء البعض إجى لهاي اللجان وهو يدور ليكون مدير منتخب، مثل ما شاهدنا أحدهم عم بس يدور على، هو بصراحة ما يدور على نقد لأنه ما صار مدير منتخب الناشئين. نرجع على اختيار الكوادر ضمن لجانه، ليش استقالوا العالم؟ قلت بسبب عدم وجود المنفعة المادية أو المردود. قلت لك كل لجان تعمل بدون فقط، ما لأنه أنه في تفرد بالقرار أو دقيقة أو الثانية لأنه كان يريد أحد الأماكن، طامع في أحد الأماكن، ما صار له هذا الأمر، مدير منتخب، إداري منتخب، الأمور هاي يعني مدرب، وصارت هذا شيء طبيعي جدا. يعني إحنا أنا بالنسبة إلي طبيعي جدا، لأنه بدنا نعمل ونشتغل سواء كان موجود هذا الشخص أو غيره، ولا هذا